ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، ومعانا فقرة الحقيقة كلنا بنهتم بيها. الصحة يعني نعمة من نعم ربنا الكتيرة، ولكن الصحة بجد يعني محتاجين نشكر ربنا عليها ليل ونهار، وربنا يحافظ علينا وعليكم دايما. الفترة اللي فاتت الحقيقة كان أي كلام عن الصحة كان بياخدنا لجائحة كورونا وتبعياتها، لأن هي طبعا كانت بتطرح نفسها على الساحة. بفضل الله تعالى احنا شايفين بداية انحسار بفضل الله في جائحة الكورونا، فنبدأ بقى نتكلم عن بعض المجالات الصحية اللي كتير من مشاهدين البرنامج طلبوا مننا ان احنا نتكلم عليها. اللي هنتكلم عليه النهاردة عيوب خلقية في الأنف. البعض مننا ممكن يكون عنده عيوب خلقية لأكثر من سبب، ممكن تسبب له مشاكل نفسية، وخصوصا الستات بيعانوا كتير من ممكن من التنمر، ممكن من ان هم يسبب لهم الحرج. مجالات كتير ظهرت في هذا المجال، او يعني كثير من الجديد ظهر في هذا المجال، وليه اسباب كتير، وعشان كده كان لازم نروح لاهل العلم ونستضيف حد من كبار الجراحين الجراحات المناظير الانف، الدكتور احمد عوف. اهلا بحضرتك دكتور احمد عوف، استشاري مناظير الانف ودكتوراه في القصر العيني. اهلا دكتور احمد عفيفي، انا اسفه جدا، دكتور احمد عفيفي ده هو يعني اسم ونار على العالم يعني. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا اهلا. خلينا نبدا الاول من جائحه كورونا، هي الاعداد فعلا بدات تتناقص يعني بفضل الله بنسبه كبيره الفتره الاخيره، بالذات من بدايه شهر 2 الاعداد يعني قلت بنسبه كبيره خالص. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ان يعني كان بعض الحمايه زي لبس الماسك والوعي زاد كتير عند الشعب بصراحه الفتره الاخيره. هي بتبدا اظن برضو الكورونا كتير لها علاقه بالانف والاذن. أيوة مجال طبعاً حضرتك طبعا. طبعا لان الاصابه اكتر يعني السبب الرئيسي للاصابه هو الرذاذ والنفس عن طريق الايه؟ انتقال العدوى من عيان لعيان تاني. فاحنا الفتره الاخيره فعلا لاحظنا بشكل كبير نقص الاعداد ديت، ونطمن الناس ان الحمد لله الدنيا افضل، ولكن نحافظ برضو على التباعد الاجتماعي على قد ما نقدر. طب التطعيم يا دكتور حضرتك تنصح بيه؟ اه طبعا طبعا. هو التطعيم خلاص اعتمد في وزاره الصحه، ولبعض الافراد يعني ممكن كبار السن والاطقم الطبيه زي الدكاتره والتمريض والعاملين في وزاره الصحه وكلام زي كده. تمام، كويس مهم جدا قوي التطعيم. الجائحه دي يعني ربنا يا رب ما يرجعها تاني بقى ان شاء الله، ونبدا بقى نفوق لجراحات تجميل الانف وندخل لها تاني. ونسال حضرتك سؤال، مين اللي بياخد القرار؟ يعني انا دلوقتي اي حد مش عاجبه انفه بيقرر انه يعمل فيها مناظير، وحضرتك بالنسبه لك بتعملها؟ تمام، هو القرار ده لازم يبقى فيه شقين، شق من المريض وشق من الطبيب. شق المريض، هو كتير من المرضى يقول لك انا انفي شكلها مش عاجبني، او انا لما اجي البس النظاره النتوء العالي ده بتاع العظم ممكن يضايقني في لبس النظارة أو كده. في حقيقة يعني يقول لك كلمة كده، أنا بتخيل بالمنظر بتاع الأنف، أنا حاسس أنا شايف أنفي وأنا بتكلم مع الناس شايف أنفي. شكوى العيان دي شكوى معتبرة عندنا، أو إن إحنا بنأبريشيت الشكوى دي بالإضافة للقرار بتاعنا. إحنا في عيان يجي يقول يبقى عنده إكسبكتيشن وتوقعات عالية جدا، نقول له لا مستحيل نوصل للمرحلة دي. لأن في عيان مثلا سي مثلا عنده أنفه كبيرة هنصغرها، بس هي بتعوزها صغيره لدرجه زياده عن اللزوم. هي لها ليميت مرتبط بشكل الانف، شكل الانف وتناسق الانف مع الوجه، مع الوجه مش بس الشكل ده مع الوجه ليه قياسات معينه، بنقول للعيان الى حد ما الافضل لشكلك كذا وكذا. حاله زي حاله الفنانه المحبوبه حوريه فرغلي، يعني لما حصل لها مشكله جامده جدا وللاسف تعرضت لتنمر، ويعني حاله زي كده اظن دي حاله فورا بتتدخله من غير طبعا. طبعا يعني هو محتاجه تدخل فوري. الديفورميتيز او المشاكل بتاعه الانف الشكل الخارجي بتاثر كتير على الحاله النفسيه العيان. طبعا في بنت مره جت قالت لي انا ببص على المرايه او في المرايه بعيط ببكي، يعني هي بس ما عندهاش غير ان التب او مقدمه الانف عريضه شويه، فعملنا لها فضل الله والامور الحمد لله كويسه خالص. طب ايه الاكثر في الاقبال بقى، البنات ولا الولاد او السيدات ولا البنات؟ طب التجميل الوظيفي، يعني ده التجميل علشان انا مش عايزه حد يبص عليا او متضايقه من شكلي او بتاع. تمام. ايه بقى التجميل الوظيفي ده؟ كلمه وظيفي يعني لازم نحافظ على وظيفه الانف. طبعا احنا عارفين كلنا ان الانف الوظيفه الرئيسيه ليها التنفس. كتير من العيانين اللي بيحب يعمل داون سايزنج قوي او يصغر الانف قوي، هو مش متخيل ان ضيق الانف الجامد ده هيأثر على النفس بعد كده. فكلمه وظيفي يعني لازم وظيفه التنفس تفضل محافظين عليها،
عشان كده الانف والاذن والحنجره بيشتغلوا تجميل انف، وجراحات التجميل بيشتغلوا برضو تجميل الانف. كل واحد متميز في حته اكتر. الانف والاذن والحنجره بيحافظ على ان الشكل يبقى كويس بالاضافه للوظيفه تبقى كويسه. فكلمه يعني وظيفي مثلا لو معانا على الشاشه دلوقتي بيقولوا لي في الكنترول تمام سي مثلا البيشنت ده احنا عندنا الحاجز الانف الداخلي ده ده طالع من مكانه عامل انسداد لفتحه الانف اليسار. مش بس تجميل انف ان انا اعدل الانحراف، لا ده انا المهم جدا ان الجزء بتاع الحاجز الانف ده يتعدل ويرجع للمكان الطبيعي بتاعه علشان النفس يبقى كويس. فكلمة وظيفي لازم بعد ما نخلص التجميل يبقى النفس بتاع العيان كويس جدا. هو انا اسمع ان الموضوع ده ليه علاقه بالجيوب الانفيه برضه، هو السؤال ده جانا كتير قوي. تمام. علاقه الوظيفه بالجيوب الانفيه بشكل الانف دي حاجه كلها في ايد الدكتور. تمام كده، عشان كده احنا مناظير الانف اللي اتضافت يعني مش مؤخرا، هي بقى لنا فوق ال 20 سنه في مصر بفضل الله تاني توسعنا في مناظير الانف. مظبوط. مناظير الانف الفكره بتاعتها ان احنا ممكن لو عيان عنده مشاكل في التنفس ومشاكل مثلا زي سي انسداد في مجرى التنفس ولحميات بالانف والكلام ده، هل لينا ان احنا نقدر نشتغل داخلي وخارجي في نفس الوقت؟ ايوه، يعني نقدر نحسن وظيفه التنفس ونشيل اللحميات دي بالمنظار ونعدل الحاجز الانفي والغضاريف من الداخل، وفي نفس الوقت الجزء التجميلي الخارجي يتعدل. يعني اذا دكاتره التجميل بيقدروا يعملوا الشغل ده اللي يشيلوا ولا هم بس التجميل بيور الشكل الخارجي بس؟ مينلي الشكل الخارجي مينلي وشغل المناظير. ولو جالك بقى حاله عامله تجميل ومتضيقه وبعد كده عندها مشاكل جوه بتعمل فيها ايه؟ نعمل ريفيجن بقى، نضطر نعمل حاجه اسمها اعاده العمليه مره ثانيه، ونعمل مثلا ايه لو الصمام الداخلي للتنفس فيه مشكله بنوسعه وكلام زي كده. تاني ممكن بتبقى اصعب دبل يعني كده العيان اتعرض لعمليه مرتين. في سن بقى معين بتفضل فيه حضرتك اجراء مثل هذه الجراحات يعني؟ تمام، هو يعني سبيكينج جنرال سبيكينج كده نقول ان في النساء فوق 16 سنه وفي الاولاد والميل يعني فوق ال 18، ده الاساس يعني. احنا نفضل لو عيان ما عندوش مشكله كبيره نقول له خلاص لما تكمل 18 سنه لو كان راجل، او 16 سنه لو كانت بنت نبدا العمليه. ده افضل عشان اكتمال شكل الوجه. هو الانف بنقدر يعني انا بعمل نفس الشكل بس بصغر، ما اقدرش اخترع نصغر او نكبر في بعض العيانين انفهم صغيره جدا ومش متناسقه على الوجه اثر على التنفس يعني مثلا مسحوبه قوي لفوق او قصيره قوي من هنا نعمل طبعا تكبير دي اول مره. لا تكبير او تصغير على حسب تناسق شكل العيان والانف بتاعته. فبنفضل فوق ال 16 وال 18. هل بقى في استثناءات؟ طبعا في استثناءات، يعني في استثناء ان احنا سي مثلا ولد او طفل صغير عنده مشاكل شفه ارنبيه والانف فيها مشكله كمان من بدري، بنحاول نعملها على كذا ستيج وتبدا من سن صغير خالص. ده بس بقى الاكسبشن، بس ده اكسبشن يعني. مش ده الاصل. طب هو قد ايه بياخد وقت يعني علشان المريض يرجع تاني يمارس حياته يعني لو حد عايز؟ طبعا هو فكره العمليه احنا عندنا حاجه اسمها تجميل انف خارجي وتجميل انف داخلي. خارجي يبقى لازم بنفتح فتحه صغيره تحت الانف من هنا ونفتح الجلد ونعدل بقى الغضروف والعظم والكلام ده. لو عملنا تجميل خارجي لازم العين يقعد معانا من 15 يوم لشهر. احنا معانا مداخله يا دكتور، معلش قطعت حضرتك ونستكمل بعد المداخله. الاستاذه سهى من القاهره عايزه بس تسال حضرتك سؤال من فضلك. تحت امرك، اتفضلي يا سهى. الو الو استاذه سهى اتفضلي، معاكي دكتور احمد عفيفي استشاري الانف والاذن وتجميل. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا كنت عايزه دكتور احمد، انا عندي مشكله في المناخير، في فتحه مش بعرف اتنفس منها طول الوقت، بتنفس من فتحه واحده. تمام. عايزه بقى اعرف حتى لو حطيت نقط برده مفيش فايده. طب دي ممكن ترجع شويه وشويه لا، او ممكن ما ترجعش اصلا، فعايزه اعرف دي تبقى علاجها ايه. دي التنفس ده بقى له فتره طويله يعني، بقى لنا مثلا سي فوق السنه مثلا، ولا لسه حاجه قريب مع الفصل الاخير او الشتاء والكلام ده؟ هي ساعات بتبقى فتره طويله واوقات بتبقى يعني، بس اكتر وقت في الشتاء. ممكن الشتاء وقت التراب او الجو البارد او كده. طيب تمام، يجاوب حضرتك. ميرسي، اتفضلي حضرتك دكتور هيجاوب على حضرتك حالا. اتفضلي يا دكتور. هو طبعا احنا بنقسم انسداد الانف لنوعين، في انسداد مزمن وانسداد مؤقت. الانسداد المؤقت ده بنسبه كبيره بيبقى نتيجه تحسس الانف او تغير درجه الحراره والكلام ده، بالذات فصل الشتاء وفصل الربيع بيبقى فيه زي تحسس انف، والانسداد ده يبقى مؤقت بيتحسن ببعض البخاخات والعلاجات والكلام ده. لو العيان عنده انسداد مزمن يعني بيفضل باستمرار الانسداد ده موجود وما بيتحسنش على البخاخات والعلاجات، هنضطر ندخل في المرحله الثانيه بقى. المناظير بقى ولا جراحات؟ ايوه، نعمل اشعه الاول مقطعيه نطمن على مجرى التنفس وكلام زي كده،
وبنسبه كبيره الوصف اللي سيادتك بتقوليه ان ناحيه واحده اكتر هي اللي مسدوده، ده يبقى بنسبه كبيره انحراف في الحاجز الانفي، وممكن في الجزء ده تضخم كمان في الغضاريف الانفيه. ده بيتعمل احنا رقم واحد بننصح الاستاذه سهى ان هي تعمل اشعه مقطعيه، اشعه مقطعيه على الانف والجيوب الانفيه، والجيوب الانفيه، وبعد كده نشوف هل الانسداد ده ممكن يتعالج بالعلاج ولا محتاج تدخل تمام كده بالمنظار، والتدخل بسيط جدا من غير اي فتحه خارجيه خالص. عامه هي تليفونات وعنوان الدكتور احمد على الشاشه، ممكن حضرتك لو حابه تبقي بعد الاشعه تبقي توصليها للدكتور احمد. وميرسي جدا لحضرتك. طيب احنا دلوقتي بنسال سؤال، يعني بيقعد قد ايه المريض عشان يرجع لحالته الطبيعيه ويتعامل، او مثلا في محظورات معينه هو ما يتعرضش لتراب ما يتعرضش؟ هو العيان اللي هيتعرض لعمليه تجميل الانف بيبقى فيه شويه حاجات، في حاجه اسمها دعامه داخليه ودعامه خارجيه. تقريبا رينج وجود دعامه خارجيه عشان تثبت العظم اللي بدا اللي احنا عدلناه وكلام زي كده وثبتناه في مكانه، والدعامه كذلك الداخليه اللي بعد استعداد. ده بيتحرك ازاي؟ انا نفسي اعرف. شغل بقى ده فن. لا صحيح والله. هو في طريقتين. هو بيبقى طري يعني. جدا العظم بعد ما بنخلص شغل بيبقى عامل زي الميه. يعني كان بقول للعين كده كانك كسرت انفك مره ثانيه. فهو الكسر ده بنعمله بالبنج الكامل طبعا، وفي طريقه جديده كده او طريقه معينه بنعمل بها الالم يبقى اقل ما يمكن. والعظم ده لازم يبقى ثابت في المكان ده من 10 ل 15 يوم بعد العمليه. بنحافظ عليه. فالعيان ممنوع طبعا من التعرض للشمس، ممنوع للتعرض ل طبعا ما ي... الهزار اي خبطه في الوقت ده للانف بتغير شكل الانف لا قدر الله. فبننصحه ان هو ينام بوضع معين، والصلاه حتى السجود والكلام ده بيقعد رينج شهر كمان ما يسجدش، لان السجود نفسه هيغير شكل الانف. تعليمات يعني بتبقى العيان بيتضايق منها شويه، ولكن ده بيحافظ على الرسمه اللي احنا بنوريها للعيان بعد العمليه على طول. احنا عايزين الرسمه ده هي الاخيره اللي انت المفروض تبقى الشكل بتاعها ان شاء الله. طب الاطفال يا حبايبي لو في حد عنده مثلا تاني، الاطفال لما بتعمل بيبقى حادث كسر بتاع، ايوه تمام كده، بيبقى حاجه طارئه بتبقى كسر او كده، يعرفوا يتعاملوا بقى مع المناخير الطارئه يعني. الاب والام بقى يعني بتعذبوا لا وانتوا اكيد والله ربنا يبارك في حضرتك وفي كل الجراحين. في سؤال بقى بيقولوا احنا ممكن نعمل منظار للانف مع تجميل الانف نفس العمليه؟ ايوه مظبوط طبعا ينفع، لان المنظار ده فكرته ان احنا بنحسن الوظيفه الداخليه، سواء كان انحراف الحاجز الانفي زي الاخت اللي سالت دلوقتي، او الغضاريف المتضخمه او اللحميات، ده كله ممكن يتعمل في الاول وبعد ما نخلص في نفس العمليه طبعا. وفي نفس العمليه بنبدا بعدها تجميل الانف على طول. تاخد مده مثلا يعني شغل الوقت العمليه بياخد من ساعتين لاربع ساعات. هو الفيديو على الشاشه كده اهو. هو الفيديو ده ايوه تمام نعرضه، ده الفيديو بتاع مناظير الانف. ازاي نفتح الجيوب الانفيه والكلام ده من داخل الانف من غير اي فتحه خارجي. اهو ايوه مع حضرتك. ده اسمه الفرنتال ساينس اللي هو مشاورين على ايه بقى؟ ده الفرنت اللي هو الجيب الانفي العلوي ده اللي هو الحاجز ده اللي فوق العين. ده اللي المفروض نتعامل معاه. ده بيبقى مليان لحميات، ده بعد ما نظفناه الاضاءه دي بتدل ان اللحميات كلها اتشالت كويس جدا، وبفضل الله بقت منوره، يعني الجيب الانف نفسه منور بالمنظار. يعني استأصلنا كل اللحميات، وده الاضاءه اللي اضاءت الجيب الانف اللي فوق العين. هي المنظار معلش بقى اسمح لي اتدخل، هو ازاي يعني انتم بتعملوا اخرام مثلا وتبدأ؟ لا خالص. لا مش عارف. الاخرام ديت ده الجراحه العامه اللي هو اللي بيعملوا لاب كوليسيستيكتومي والمراره وكده. لا احنا خالص، احنا الفتحه الواحده من الانف بندخل منها حاجتين، بندخل منها المنظار والاله اللي بنشتغل بيها. الاله ديت طبعا في تقدم في الالات دي كتير خالص، منها مثلا حاجه اسمها شيفر او المايكرو ديبرايدر او حلاق اللحميه، ده بيدخل ياكل اللحميه ويشفط ويشفط الدم ويشيل اللحميه في نفس الوقت. كل ده من بره، انا ما دخلتش. كل ده من داخل الانف من غير اي جرح. حاجه بره يعني الجراح ما فتحش وما عملش. لا خالص، كان زمان نفس العمليه اتعمل بجرح طبعا، جرح خارجي عند العين كده بس بفضل الله يعني اخر. طب ايه تاني ممكن اعمل يعني محتاج لازم نعمل جراحه لتجميل الانف، ولا في حاجات تانية ممكن اجمل الانف عن طريقها غير الجراحات؟ تمام، هو السؤال ده سؤال جميل خالص. احنا فكره التجميل الاساسي فيه ان لو هنعمل اوجمنتيشن تكبير للانف او تصغير، يفضل اكتر ان احنا نعمل الجراحات اللي هي الجراحه عن طريق الفتحه الصغيره او تجميل الانف العظم او كده، بس من غير اي فتحات خالص. في طرق طبعا للتكبير بدون جراحه خالص، وممكن تتعمل في العياده الخارجيه من غير بنج كمان. زي ايه؟ زي مثلا سي عيان عنده ديفو شويه او حته بسيطه فيها العظم ده داخل حاجه بسيطه، الجزء ده نازل لتحت شويه، ممكن نعمل حاجه اسمها فيلر. حلو قوي. الفيلر ده عباره عن ماده، طبعا في انواع كتير، بنفضل المواد الطبيعيه، حاجه اسمها هيالورونيك اسيد، بنعمل انجكشن والعيان اون سبوت
التحسن اون تيبل، يعني العيان بيبقى قبل العمليه او قبل التدخل البسيط ده وقتها بالظبط. ونوريه المرايه كده انت شكلك كده مناسب ولا نزود شويه او كده يعني. فده اسمها النون سيرجيكال انترفينشن او التدخل غير جراحي، وده حاجه بسيطه خالص وفي عيان كتير عملناها. الدنيا اتقدمت، اللي عنده دلوقتي بيشتكي يا جماعه من انفه عنده 60,000 حل يعني كتير. بس هو بقى البعض بيخاف من الالم بعد العمليه. تمام. الالم ده كان ديليما جامده جدا، عشان احنا قلنا ان العظم ده بنكسر العظم ونرجعه مكانه وحاجات زي كده. طبعا في تكنيك جديد، هو مش جديد قوي بس يعني موجود من فتره، بس احنا استخدمناه حديثا يعني في العمليات ما بعد العمليه، حاجه اسمها البي سي اي. البي سي اي ده عباره عن جهاز معين كده العيان بيبقى متعلق في رقبته كده زي الكرافطه او زي حاجه بسيطه بتعلق في رقبه العيان لمده 5 أو 7 أيام بعد العمليه. بنحط في الجهاز ده كل الانالجيزيا والمسكنات المطلوبه، المخدر اللي يمنع الالم. بفضل الله كم عيان اخرهم امبارح بفضل الله بيشنت جاي لي مفيش بين اتول، مفيش الم نهائي. والتورم الفظيع اللي كان بيحصل زمان ده ما عادش موجود بفضل الله، لان بنحط بعض المواد تمنع التورم والالتهابات ما بعد العمليه. بشرة بجد يا جماعة، بشرة. يعني احنا دلوقتي الحمد لله الدخول بندخل بالمنظار او من بره بالفيلر، والألم بقينا بنسيطر عليه الحمد لله بتقنية حديثة للتخدير بي سي اي اسمها، والدنيا بقت جميلة. فيعني خلاص ما حدش يخلي في نفسه حاجة، وكمان بنقدر نعمل جوه بره يعني الوظيفي مع التجميلي مع البتاع. يعني بجد نشكر ربنا، وربنا يبارك دايما في يعني ايادي دكاتره مصر العظماء زي الدكتور احمد. عندنا بقى سؤال يعني جاي على البيج بتاعه البرنامج، بيتكلم عن حاله اسمها ايجل سندروم. تمام. ايه الحاله دي حضرتك اشرحها لي؟ طيب، هو الايجل سندروم هو ليها كذا اسم، ايجل سندروم او جلوس فارينجال سندروم او كده. ايجل سندروم معناها بالعربي ايه؟ يعني حاجه ايجل اللي هو النسر. ايجل يعني النسر. المنقار بتاعه بقى حاجه شبه منقار. ايوه، المنقار بتاع النسر دوت بنسميه ايجل سندروم. العيان بيبقى عنده نتوء عظمي اسمه الونجيتد ستيرويد بروسيس، عظمه زياده. العظمه ديت ماسكه في قاع الجمجمه. العظمه ديت ليها طول معين المفروض للزان يعني 30 مللي او كلام زي كده، لو اكتر من كده بنقول العيان انت عندك العظمه الناتئه دي يعني هي لو 30 مللي واحنا طالعين اكتر من كده، اقل من 30 مللي ده بيبقى سيف. تمام كده. ويكون العيان بيشتكي يعني لازم يكون في شكوى، عامله له وجع، عامله له مشكله، وهو طبعا بتيجي بالم فظيع. العيان بيبقى بوينتنج بين، يعني بيقول لك انا عندي الم هنا، بيشاور على الهيود بون او على عظمه اللسان اللي هنا ديت، يقول لك الالم بيبدا هنا يا دكتور وبيسمع في كل راسي. ممكن يبدا عند العظمه ديت ويجي عند الودان. ممكن يسمع عند الراس. طبعا بيأثر على التوازن الودن، دي اي حاجه بتطولها طبعا. بس هي المين ايشو عند العيان ده بيبقى الالم. يعني بيجي يقول انا اجي ابلع اتالم الم شديد جدا، الالم بيسمع في وداني، انا احيانا مش بعرف اتكلم لانه بيضغط على عصب اسمه العصب التاسع. اسمه جلوسوفارينجال نيرف او العصب التاسع، ده بيبقى العظمه ديت بوينتنج على النيرف، ضغط على النيرف او على العصب ده. فالايجل سندروم عمليه بسيطه، طبعا كانت برضو ممكن تتعمل من بره جراحه خارجيه، ممكن تتعمل من داخل الفم، وبفضل الله احنا عاملين كام حاله من داخل الفم بفضل الله. انا اعرف حاله يا جماعه كانت بتعاني من الم شديد في الودن وصداع وفي العين، انا اعرفها شخصيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دكتور ربنا رفع عنها الالم والابتلاء، وربنا يبارك دايما في ايدك يا رب. اللي عايز يتواصل بقى مع حضرتك بيتواصل من خلال الصفحه مثلا، صفحه الفيسبوك موجوده وفي قناه على اليوتيوب، ننزلها في الكنترول بعد اذنكم على الشاشه تحت امر حضرتك، من خلال الصفحه اللي نازله معانا دي. تمام. ومن خلال ايه تاني؟ انا في صفحه على اليوتيوب وفي صفحه على الفيسبوك، وارقام العياده ان شاء الله للتواصل تحت امرك في اي وقت. والله يا دكتور يعني احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك، وعايزين بقى نعرف يعني اكتر بقى الحالات اليومين دول اللي بتقابلوها في مجال بقى نروح لمجال الانف والاذن يعني. تمام. طبعا هو اي دور برد طبعا بنقول للعيان خلي بالك، هو دور برد بس ممكن ده اشتباه. ايوه. حافظ على نفسك طبعا، ويعني لازم يعزل نفسه في البيت، ممنوع النزول لمده 15 يوم، طبعا البروتوكول، ونطلب شويه تحليل وفحوصات. لو العيان يقدر يعمل مسحه او كلام زي كده كويس، ما قدرش بنعمل شويه بيزك انفستيجيشن كده ترفع السسبيشس او الاشتباه، ونقول له والله في كذا وكذا. فاكثر من اكثر الحالات ديت
اللي هو ادوار البرد بنخلي عيني يخلي باله من نفسه الفتره ده بالذات. من سنه فاتت ما كناش بنقول الكلمه دي. دور البرد عادي ده ما فيش مشكله. دور البرد في الاطفال ممكن ياثر على السمع وعلى طبلة الودن ويعمل فعلا. طبعا طبعا لحد سن 5 سنوات انستنس او فكره ان يحصل التهاب اذن مع ادوار البرد عاليه جدا في الاطفال. في بعض الدراسات بتقول ان كتير جدا من الاولاد بيحصل لهم على الاقل مره في حياته قبل سن 5 سنوات يحصل له اوتيتس ميديا او التهابات اذن وسطى نتيجه ادوار البرد. نسبه عاليه جدا. طب الجيوب الانفيه دكتور، يعني برضو جالنا سؤال انه الجيوب الانفيه العلاجات العلاج بتاعها لما بنبدا نتعود عليه ونستمر بيحصل منه مشاكل، الكلام ده حقيقي؟ هو طبعا اي علاج كيميائي في الدنيا في منه اعراض جانبيه. يعني الاخت اللي اتصلت قالت ان عندي انسداد في الانف ومشيت على قطرات وكلام زي كده، في نوع قطرات معين لا يستخدم اكتر من 5 ل7 ايام. هو بيريح كله بيقول لك احنا بنرتاح في الاول، اخد النقط يبقى مبسوط جدا ونفسه كويس. اول ما يوقف النقط دي بيحصل ريباوند كونجيشن ويبقى في احتقان مزمن جدا وشديد جدا في الانف اكتر من استخدامه للعلاج نفسه. طب الربط بين استخدام الكورتيزون في القطرات دي يعني وبين طول مدة العلاج، المفروض القطرة اللي مكوناتها كورتيزون ما ناخدهاش مدة اطول؟ هقول لسيادتك، هو في الاف دي ابروفد بتقول ان في بعض البخاخات الانف اللي فيها تحتوي على استرويد زي الموميتازون والفلوتيكازون والكلام ده السيفتي بتاعتها عاليه شويه. يعني السيفتي في بعض الدراسات بتقول ان السيفتي اب تو ريجولار يوز 2 ييرز، يعني استخدام متواصل لمده 2 سنين ما يعملش اعراض جانبيه. طبعا الكلام ده طبعا يعني على ارض الواقع مش كده، لا في برضه اعراض جانبيه بس مش خطر زي السكر والضغط. في عيان يقول لك انا لما اخد البخاخ يا دكتور اللي فيه كورتيزون هيرفع الضغط ويرفع السكر والكلام ده. الكلام ده مش مظبوط. لان نسبه امتصاص الكورتيزون الموضعي نسبه ضئيله جدا لا تؤثر على اعضاء الجسم زي السكر والضغط والكلام ده. انما في بس اعراض جانبيه زي الجفاف بتاع الانف، عشان كده ممنوع ان احنا نستخدم بخاخات الحساسيه اللي تحتوي على الكورتيزون من غير محلول ملح. لازم مرطب زي محلول الملح عشان يعمل يقلل الجفاف اللي بيسببه بخاخ زي بخاخ الكورتيزون. حساسيه الانف ما زالت برضو التعامل معاها مسكنات او يعني نوع من انواع انه ايه باخد وقت اتعالج، ما فيش ملهاش حاجه حسامه الا والله هو الديسنسيتايزيشن. هو طبعا الـ 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 الاساسي عندنا في علاج الحساسيه البعد عن مسبب الحساسيه. يعني زي مثلا العيان ده بيشتغل في مكان مترب او في عفره، يعني اغلب المسببات بتبقى مثلا تراب تراب ودخان وحاجه اسمها هاوس داست مايتس اللي هي حشرات الفراش والكلام ده. العيان ده لازم يبعد عن الدخان والتراب والعفره والكلام ده، يهوي البيت كويس، يشمس الغرفه بتاعه البيت كويس جدا. ده اللاين 1 يعني ده الخط نبعد الاول، نبعد عن كل المسببات، نبعد عن مسبب الحساسيه. رقم 2 بقى الدكتور الانف والاذن ممكن يوصف بعض البخاخات والقطرات بس لازم من خلال الدكتور، لان انا فهمته من حضرتك ان بيبقى كل مريض ولازم سايد افكت وكل قطره لها مده. مظبوط. طيب احنا عايزين بقى ايه كده نستغل حضرتك نستثمر وجودك معانا ونطلب من حضرتك بقى عرض كده على الجراحات للي بيجي من يعني من برنامج اوقات. معلش بقى يعني احنا كده ايه متعشمين في حضرتك، حضرتك بقى تعلن لنا عرض على الهواء كده لكل مين هيجي عن طريق برنامج اوقات نسبه بقى على العمليات. في نسبه خصم ان شاء الله 20% ان شاء الله. طب ميرسي جدا، نسبه كبيره جدا. انا موافق مفيش مشكله خالص. ميرسي جدا 20% يا جماعه خصم من دكتور احمد عفيفي استشاري مناظير الانف والاذن ويعني ودكتوراه في الطب من القصر العيني، عامل لنا 20% لمشاهدينا من برنامج اوقات. هنقول لمده ما انا مش عايزه اعملها طول العمر يعني لمده شهر مثلا. طبعا يا دكتور نطلب بقى من حضرتك اهم الارشادات والنصايح للي بتخلينا يعني بنسبه كبيره طبعا كله بامر الله نجاح عمليات الانف والتجميل الانف يعني بيرتبط بيها او بيتوقف عليها. تمام. هو النصايح العامة ان هو السبب الرئيسي برضو لمشاكل الانف وانحراف الانف وكده اللي هي التروما والخبطات والكلام ده، العين طبعا يتجنب الكلام ده عشان ما يلجأش بعد كده ليتر لا قدر الله للعملية. لو عملنا العملية طبعا لازم طبعا في شوية تحذيرات زي ما قلنا كده، ممنوع التعرض للشمس، ممنوع لبس النظارة فترة بعد العملية او الماسك او الكلام ده، السجود والكلام ده برضو بنمنع العيان منه فتره بعد العمليه. ايوه. بس وبعد اسبوعين لشهر تقريبا بنقول للعيان ارجع لحياتك العاديه والشغل بتاعك. يعني الدنيا ما بتزيدش عن المده دي ان شاء الله يعني. ماكسيموم شهر، يعني ده الماكسيموم فتره اللي بنقول للعيان عليها.
بعد كده بيرجع لحته كل العاديه. كل الشكر لحضرتك دكتور. وبعدين انا قلت لك كم الاسئله اللي انا بحاول ادور ده عليه ده، واضح انه هنحتاج حلقات كتير. فيعني حضرتك ميرسي جدا على الكادول اللي وجهته للمشاهدين، 20% خصم لمشاهدي برنامج اوقات لمده شهر على العمليات عند دكتور احمد عفيفي. وصدقوني الاسئله كلها انا ما لحقتش، ان شاء الله بنوعدكم بحلقات قادمه مع الدكتور الكبير احمد عفيفي استشاري جراحات الانف والاذن والحنجره ودكتوراه من القصر العيني. كل الشكر لحضرتك ونورتنا يا دكتور. مشاهدينا بجد ان شاء الله احنا سعدنا واستفدنا، وانا استفدت معاكم جدا. اتمنى انه انتم كمان تكونوا استفدتوا، وانتظرونا في حلقات قادمه من برنامج اوقات. الى اللقاء.